الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. مسجد كفر الوطن القديم أعين على هذا المسجد، أقدم مسجد يعتبر يعني بالبلد عندنا هو كفر الوطن، ومن المساجد القديمة يعني ولها تراث قديم بالغوطة الشرقية. وفضل الله عز وجل يعني الله حمى هذا المسجد عدة مرات من أمور، من أمور قصف، من أمور شغلات كذا. وهذا على ما أظن هذا المسجد يقال، أنا صلي تقريبا عندي خدمة في هذا المسجد فضل الله عز وجل حوالي 20 سنة. من المسجد كل سنة كان يتم ترميمه، كان يجيبوا تراب وتبن ويجبلوه ويخمروه ويتم يومين ثلاثة. اجوا عاد في ناس مختصين كبار بالسن الله يرحمهم راحوا لرحمة ربهم، من الحاج يقول أبو سليمان الدحبور بيت، كان يقول له أبو سليمان الناشف، عمر الحمامات وعمر شيء، والحاج أبو صافي ما زال حي موجود حتى الآن كبير بالسن. صدقا هذا جامعته خصب، صرت الدنيا كلها ما وسعتني، سبحان الله بحسه جزء مني الجامع. مرتي بلاد يقول لك يا رجال طيب ريح حالك انت، طيب انت ايش قد بحامل هذا الجامع اطعم جسمي، هذا الجامع قبلكم انتم، هذا المسجد قبلكم انتم، هذا المسجد بحسه اطعم من جسمي انا. انا وقعت خشب من السقف كانه شيء واعي من جسمي. هذا المسجد يا ابن الحلال انبنى كل انسان وقت يهبط او يصير في شيء كل انسان يجيب خشبه، كل انسان يقطع من حالته يجيب خشبه. ما بنى على نفقه الاغنياء والزناقيل اللي كانوا يتباهوا مثل حكايه هلا بيتباهوا بكب ملايين لاي حجر، هلا كله عم يتدمر. من فضل الله عز وجل ما زال من فضل الله عز وجل باذن الله تعالى ما بينصاب هذا الجانب باذن الله تعالى باذن الله. حتى اخر مره سبحان الله حاول انه يقصف المسجد ونحن بالركعه الثالثه بصلاه العصر، وقعت علينا الشبابيك وقعت علينا البلور، وراح الطيران وما زال الجامع قائم، بده يتم المسجد باذن الله قائم، ونحن باذن الله تعالى بدنا نتم عم نخدم الدين هذا لاخر لحظه من حياتنا. الله أكبر الله أكبر.